السلام عليكم البنات، نورتوا قناتي ديليس فاتيموكي. اليوم جبت لكم فيديو واحد اخر جديد رايحين تشوفوه معايا. الفيديو تاع نهار اليوم اللي هي وصفه الكراتان بالبطاطا، رايحين نديروه بالكفته، والمره الجايه ان شاء الله نوعدكم بحاجه واحده اخرى ان شاء الله. الوغ البنات، رايحين نبداو نحطوا البطاطا تاعنا اللي كنا ديجا فيدناها في شويه ملح وما سخون وخليناها طيب نص طياب. راكم شفتوا البطاطا تاعي انا ما تهرسليش باسكو راها شاده روحها شويه، مي راها طايبه كوميم تاني نص طياب. قسمتها على زوج وفرشت الفرشه الاولى. رايحه نحط فوقها تاني الحشوه اللي كنت ديجا حضرتها لو طون اللي كانت البطاطا تاعي طيب او ميم طون، باش نربح وقت وما نضيعش وقت تاعي ويكون كلشي واجد في وقت واحد، ونقدر نربح وقت الواحد جو سي سورغانيز في الطياب تاعي باش هكاك ما تتلفلكمش وما تبردوش الوقت بزاف. الوغ لا فيون داشي تاعي انا دبرتها في مقله، درت فيها شويه تاع زيت زيتون، درت لها شويه تاع الثوم وشويه تاع بصله يكونوا ثاني اون بودغ، اللي عندها الفخي يدير الفخي يا با سوسي، تجي عادك بنينه اكثر من هذا الشيء. زدت لها ملحت ودرت لها شويه فلفل اسود، وزدت لها شويه تاع نود ميسكاد اللي هي زوج الطيب، ودت لها مغرف تاع لاموتارد باش تعطي هذيك البنه تجي بنينه بزاف. الوغ حطيت هذه الحشوه تاعي، حطيتها كوم كوش تاني بارتو فوق هذيك البطاطا تاعنا. رايحه نزيد لها تاني الفرماج غابي بارتو، نحط عليها لا كريم لا مواتي بلوس كو لا مواتي تاع لا كريم تاعي فوق هذاك الشيء كاع، ومن بعد نعاود نغطي بالبطاطا. من بعد نزيد لها لا كريم، نزيد لها باردون لا فيونداش بلوتو الفرماج غابي تاعنا، ومن بعد نعاود تاني نسقي بلا كريم ليكيد. اكزاكتومون بغيت نقول لكم هاد اللقطه، الفرماج كي ديروه مع التالي ديروه من الفوق، مي الا كان عندكم الاكله تاعكم رايحه تدي وقت في الفوق، الا بوت تشمخ تشمخوا الفرماج غابي تاعكم، سينو راه يبس لكم يجيكم يابس والكراتان تاعكم ما يبقاش موالو. الوغ انا سي بور سا درت لا مواتي في الوسط، ودرت لا خليت لا مواتي تاع لا كريم ليكيد خليتها من الفوق باش نشمخ هذاك لو فرماج تاعي من الفوق، وكي نخليه للفوق ما ينشفليش وما يبسليش ويبقى دوجور موالو. هذه هي لاستوس اللي بغيت نعطيها لكم كاع في لي غراتان اللي بغيتو ديروهم، الى بوت تشمخوا الفرماج تاعكم من الفوق باش يجي طري وما يجيش يابس يتقرمش، باسكو سينو راح تروح له كاع ديك البنه يروح له كلش، ومام في الحموريه ما يجيش محروق تاني من الفوق. غادي ندخل الكراتان تاعي من بعد للفور اللي كنت ديجا لو طون اللي بديت نوجد انا لو بلاطو تاعي لو بلا تاعي باردون، وحميت الفور تاعي 250 دوغري سادير افون. رايح ندخل البلاطو فريمون غير يحمر شويه يدي هذاك النص طياب يكمل، نشوف بالخدمي ندخل الخدمي تاعي في وسط البطاطا، الى شفت البطاطا تاعي صاي طابت نحبس ونخرج البلاطو تاعي.
هذا هو البلات عنها اليوم. طريقة سهلة، المقادير ماشي مكلفة بزاف. إلا بغيتو تبدلو لا فيوند داشي بفيوند أخرى كاش مشكل، يجي بنين تاني بزاف. أنا دي فوا نديره بلا فيوند داشي ودي فوا نديره تاني بالبولي. نتاعنا بعد ما طاب وراكم شفتوا خدا اون بيل كولور فريمون تهبل لا كولور اللي بغيتها انا. كيما قلت لكم الا حطيتوا لا كريم من الفوق فوق الفرماج غابي راه ما ينحرق لكمش لا غراتان نتاعكم، يعطيكم فريمون اون بيل كولور. لا تيكستور ثاني كيما قلت لكم تجي طري بزاف، اعطوه وقته في الطياب ثاني، ما تتعجلوش عليه وتخرجوا البطاطا الخضراء تاعكم. سي بور سا انا نزيد لها شويه حليب باش يدي وقته ثاني في الطياب. رايحين تسيو الوصفه ان شاء الله وما رايحينش تندموا عليها عنها اليوم. هذه هي الوصفه تاعها اليوم، ان شاء الله يكون عجبكم وان شاء الله الوصفه وصلتها لكم باحكام. البنات اللي عجبها الفيديو ما تنساوش تخلي لي لايك. البنات اللي جاوا جدد نقول لهم توجو ما تنساوش تشتركوا في القناه وتضغطوا على الجرس باش يجيكم كل جديد بليس فاتيموكي. الوغ البنات نقول لكم اتري بيانتو في فيديو واحد اخر جديد. تبقوا على خير.